بونجور لكل مشاهدينا اللي عم بيتابعوا ميك اوفر لحلقه اليوم. عنا ضيفتنا معنا بالاستوديو اليوم ومعنا الهير اكسبيرت كمان اللي رح تتعرفوا رح تشوفون بعد شوي تنحكي اكثر عن الشعر والميك اب. اما هلا بدي رحب بضيفتي زاهية. بونجور. كيفك؟ ماشي الحال؟ بتعرفينا شوي عن حالك؟ زاهية ابو دامس من بيت مري. انا معلمة مسرح، بعلم انديكابي وتاخر دراسي بعدة مدارس، صار لي وقت تقريبا درست مسرح اكيد. أوكي. بس اخذت قرار انه فوت بالتعليم لانه شيء كثير حلو، خاصه اوقات بيوصل لثيرابي يعني. مزبوط. وهو نوع كمان من علاقه مع ناس يمكن بحاجه لبيفون ما اكثر من الناس العاديه، ف اخذت قرار اني فوت بهذا ال اتس فيري انترستينج. لا اكيد حكينا انا وياكي الاسبوع الماضي لما شفتك عن نوع شغلك وايامي كيف بتقضيها، اكيد شيء كثير حلو. معوده يعني على المسرح وعلى الكاميرا. أكيد. وعلى هيبه الكاميرا ما في مشكل بهالموضوع. وليه عبالك تشتركي معنا بميك اوفر زاهية؟ اول شيء حشريه تشوف كيف انه زاهية كيف بتصير بموديل جديد، لانه دائما بنخاف، دائما الانسان بخاف انه يفوت بشيء جديد او يغير شكله انه بطريقه هو مش معود عليها. اوكي. واكيد شفت البروجرام وهيك لفت لي نظري انه كيف عن جد في تغيير 180 درجه بالبنت، انه انا كيف معقول اتغير بهذا الشيء، عرفتي؟ واخي اكسبيرينس جديده يعني. مضبوط. لا اكيد شعرك انت كثير حلو، تعشته كثير حلوه، وسبق وقلت لي كمان انه بتحبي الفريزي. لا انا بحبه كل ما هيك ما بنزعه. ونحن دائما بنحكي عن الصبغه كثرتها على الشعر الفريزي او الطريقه اللي بتنحط فيها بطريقه معينه الصبغه على الشعر الفريزي ممكن تنزع هالتعجه الحلوه. نحن حكينا عن شعرك وشفنا اكيد جورج وميا المندلق اللي رح بعد شوي خبرونا اكثر شو القصه واللون اللي محضرينه لإليك. وبالنسبه للتيب انت بنوعيه شغلك بتكوني عاده سبور ما كثير فيك تلبسي كعب يمكن بشغلك، فمشان هيك الاوتفيت اللي رح نروح عليه باخر حلقه اليوم هو اكثر شيء كاجوال، بس رح هيك اذا بدك نتفلسف او نتفلسلك بالالوان بالبرنت بالقصه اللي بتلبق لجسمك. قصه جسمك زاهية مثل ما قلت لك قبل هي قش. القش يعني كتافك وخصرك و والهيبس هن متوازيين مع بعضهم. هيدي عم بحكي انا عاده المورفولوجي الاساسيه تبع جسم الانسان اللي ما بحياتها بتتغير، حتى لو الانسان نصح او ضعيف هالمورفولوجي هي ذاتها. وانا انه از بيرسونال ستايلست هيدي بقدر شوفها. اوقات الشخص بيمرق بفازات بحياته اذا نصح او ضعيف بتتخبى هالشغله وبتضيع، بس لانه بشوفك قبل وبندرس هيدا الموضوع سوا ببين علي هيدا الشيء. بحالات معينه يعني انت بتحبي يمكن تخبي بارتي معينه او لا، بنقدر نزعبر شوي بالتريكس والاشياء اللي بننصح فيها للمورفولوجي القش لنقدر نخبي بارتي معينه بالجسم، وهذا الشيء اللي رح نعتمده اليوم. رح اخبر عنه بس تلبسي اخر اوتفيت اللي رح نشوفه يلي هو من محلات H&M اللي بدنا نشكرهم اكيد. هيدا الاوتفيت رح يكون بيست على قصه جسمك على المورفولوجي تبع جسمك والقصه التياب اللي بتلبق لك اللي معقول تكوني مبينه فيها كمان بطريقه سبور، واكثر شيء اكثريه الالوان وهيك البرنتس اللي بتلبق للالوان اللي رح تصير بلون شعرك بالاحرى والميك اب اللي رح ينعمل باخر حلقه اليوم. اكيد بدي اتشكر H&M للاوتفيت وبدي اتشكر سكين برو كرمال الجفت فاوتشر اللي رح يقدموا لي اياه باخر الحلقه، الاسبوع يلي ممكن تقدري تستفيدي من فيشل او من مساج او من حيلا شيء ممكن تستفيدي منه بالاسبوع. هون كمان بتحب اذكر كل المشاهدين اللي بحبوا يشتركوا معنا بميك اوفر تتصلوا فينا على ارقام اللي بتمرق على الشاشه او على صفحه فيسبوك ام تي في الايف تبعتوا لنا صوره لكم مع رقم تليفونكم ونحن بنرجع اكيد نتصل فيكم. رح يكون لنا وقفه بعد شوي مع جورج مندلق وزاهية لنحكي اكثر عن تفاصيل القصه واللون، وبشوفكم بعد شوي. ما هلا رح نتوقف مع اي ويتنس. ماشي الحال؟ وي تعرفت على زاهية. المشاهدين سبق وشافوا شعرات على زاهية فريزي، نحن هلا بليناهم. بدنا نبلش نخلص الشعر اول شيء. يس. بدي اقصلها، كنا عم نحكي تحت الهواء من شوي كيف فينا نعمل شعر كيرلي يكون كثير فانكي، اوكي؟ زاهية بتعلم مسرح،
مجبوره اوقات تدب شعراتها كثير، سو ما فينا نفرجي العالم شو في شو ممكن ينعمل كرمال نعمله فانكي رايت، لانه منه ما بيكون كثير براكتيكال لكل يوم. لا اذا حدا عنده شعر كيرلي هالقد which is one of my favorite hair، يعني انا بلاقي انه الشعر الكيرلي اللي هيك احلى شيء كثير حلو تعرفه. لا اكزاكتلي، لانه بضل في حياه الشعر بضله عم بيهز كثير. قليل ما بنشوف حدا يعني بحافظ على الكيرلز. لنحافظ على الكيرلز اول شيء بدنا نعمل رش كثير، ثاني شيء بدنا نعمل طويل كثير. هون بالكيس اللي عندنا عم تعمل بس هايلايتس، قد ما نحط هايلايتس بقلب الشعر لازم يعرف المشاهد انه دائما اذا وي كان افويد الصبغه اللي هي بتغطي الابيض، بفضل ما واحد يغير لون شعره الطبيعي ويشتغل على الوان الهايلايتس اكثر لسبب كثير بايخ، لانه قد ما نكثر هايلايتس ما رح نمرق الكيميكال بروسيسنج لاكثر من 50% من الشعر. سو قد ما نحط هايلايت قد ما تشوفوا حدا اشقر، انليس بيعمل فول بليتش يعني بيعمل اشقر بيور كل الشعر، ما بنقدر نغطي اكثر من 50-60% من الشعر. سو ما بنأذي كثير من الشعر، لهيك الشعر بيضله كيرلي اذا ما نعمل له كثير برشين. اوكي، الكيس اللي عندنا هون اليوم ما رح نعمل شيء كثير فانكي، حنشيل شوي من طرف الشعر التعبان، مثل ما كنا عم نحكي قبل الاشقر شوي مبهته كثير فاتح صار وبعدين كثير فاتح حكون فريق مع الرسم اللي طالع على السلم. هلا هيدي شوي يعني صارت موضه شوي يكون في هيدا الاهمال او الريجروث ايفكت، لانه الست صارت قد ما فيها هالايام ما بتنج يعني ما بتعمل بنشوف كثير هالفرق بين الرسم exactly. وتحت لانه ما عندنا كثير وقت، الستات كلها عم تشتغل ما عندها كثير وقت لتروح وتجي. اوكي سو شعراتها رح نغمق لها الاشقر اللي فيهم شوي كرمال ما يكون فيها الديفرنس بين الروتس والطرف، هذا بالنسبه للون. رح نضيف شوي الكوب تبعيتها، رح شيل تقريبا 5-10 سنتي يمكن على الكيرلي، ما رح يبينوا هالقد طبعا على المي بيبينوا عم شيل اكثر. هيدا بالنسبه للطول، رح اقلب الديجراديه، الديجراديه تبعها شوي طول واحد رح اعمله اكثر رون كرمال ينفش الشعر اكثر من قدام، كل ما ينفش الشعر عليها طبعا بلا ما يكون اكزاكتلي كل ما يعطي احلى. في اذا فيهم بيرجعوا بيشوفوا العالم بيفور بيكتشرز بيلاحظوا انه بالديجراديه تبعها شعرها في ميل عم ينفش اكثر من الثانيه. كثير مهم بالشعر الكيرلي لما نقص بنرجع باخر الحلقه اكزاكتلي exactly. كثير مهم لما نقص بالشعر الكيرلي الديجرادي يكون اكستريملي اكيوريت يعني على القد، لانه بس ينفش الشعر غلط ببين الشخص كانه طاعج راسه. اوكي سو كثير لازم ناخذ وقتنا، بتفضل فينا نقصه على الناشف وقت نملسه، بس بفضل الواحد يقص الشعر الكيرلي هالقد على المي ويمشط كثير 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 منيح الشعر، لانه اذا ما مشطنا الشعر في بعض الشعر بده يرجع يتعج ويطلع لفوق. عم يدق قلبي؟ قلبك جينس هيك. هي عبالها تغير وعبالها هيك تلاقي شو كيف فيها تخلي تعجة شعرها بطريقة مهضومة، كيف فيها تخلي هالتعجة بصبغة بلا ما أو بهايلايت أو بلون بلا ما تنزع يعني التعجة. الليف إن كثير مهم بهول الكيسز، كل ما يكون في ليف ان كونديشنر محطوط بقلب الشعر كل ما هي تقدر تعمل ديفينيشن للكيرلز اكثر. وي هاف تو افويد الموس، بتحط كثير موس افويد الموس اكزاكتلي قد ما فينا نخفف من الموس كل ما احسن. الاشخاص بفكروا انه لا لازم الموس بينشف الشعر، في الكول كل شيء بيقسى في الكول بقلب الشعر، وكل شيء في الكول بخفف من المي اللي بقلب الشعر وبينشفها اكثر للشعر. سو وقت ما يكون عندها شيء سوبر ضروري كرمال الشعر يكون كثير نظيف الكيرلز تبعه، احسن تستعمل ليفين كونديشنر. وفي كريم كونديشنر ليفين خصوصي للكيرلي هير بيتركه للشعر كيرلي. بتلاحظوا عم بتعذب وعم باخذ كثير وقت، بس لانه مجبور مشط الشعر كثير منيح ليضله جالس وما عم وجعه، ما تخافوا. اول شيء مثل العاده دائما بقص الكاريه تبعي بجلس الشعر ليكون جالس 100% من تحت لما ارجع افكر فيها بعدين، برجع بعدين بعمل الديجراديشن تبعي. هون رح اعمل راوند لايرز، يعني الديجرادي تبعي رح يكون مبرومه مبرومه، يعني انا لما بدي قص بدي اتخيل اذا بقلب لها راسها بالقلب شوف الشعر كله مبروم بيرفكتلي. اوكي بالنسبه للكيرلي اوقات الستات اللي شعرهم كيرلي كثير بيعتلوا هم بالصيفيه كيف بدهم يتمشطوا لما يكون عندهم اعراس، خصوصا انه هلا الاعراس دائما اوت دورز وشوي في رطوبه عندنا بلبنان كثير اكزاكتلي. سو لما يملسوا شعراتهم عندهم مشكله انه الشعر بيرجع بينفش اول ما يدق بالجسم، اذا حرقنا رقصنا شوي او شيء، اذا عاملين مصرف بيرجع بينفش الشعر،
انا بفضل تترك شعرك كيرلي مثل ما بتتركه كل يوم وتعمل ستايل فيه اكيد احسن ما تشعر اكزاكتلي. اول شيء بتضل الايدنتيتي تبعها لان كل الناس اوبسلي معودين لتكون كيرلي. ثاني شيء اذا ما انا مستعمله موس ومنه الشعر كثير قاسي مثل ما قلت حاطه كريم الشعره بتقدر الكوافير بيقدر يرجع يمشط الشعر بيقدر يعمل جداديل بيقدر يعمل تخصاد بيقدر يعمل كثير بشعره بشعره هو وكيرلي. حتى العروس كل ما تترك شعره كيرلي يعني اذا فيها يوم عرسها كل ما يقدر بكل ما شعراتها رح يضاينوها اكثر يوم ال بس هي للاسف يعني بعتقد انه اكثريه الصبايا بلبنان بحبوا يغيروا بهيك اوكيجن مش مضطرين يغيروا الايدنتيتي يغيروا اللوك فيهم يكونوا منشطين ومرتبين منشطين بس انه من دون وذن اكزاكتلي الستايل اللي معودين فيه مش ضروري يكون غير شخص بعرس معين فيهم يزيدوا اكسسوارز في كثير اشياء بتقدر تجمل التنشيطه يعني في ست مامازيل بتجي عندها يوم عرسها بقترح عليها تترك شعرها كيرلي بتقول لي بس ما رح يطلع مرتب انه دائما انا هيك لا فيها تطلع مرتبه وفيها تكون كوافير دو مارياج اذا زدنا عليها مجرد اكسسوار اوقات بيعمل فرق صح. كثير كبير بديك تتركي راسك قد ما فيك بس اكزاكتلي كثير حلوة تعجة شعرها لزاهية كنت عم بقول لجورج قبل شوي انه انا وصغيري كنت كثير عبالي يكون شعري فريزي وعادة اصحابي اللي كان شعرهم فريزي صار شعرهم ليس هلا بحبوا يكون شعرهم ليس يعني ما حدا بيرضى بحاله دائما بنحب نغير بنحب هي طبيعة الانسان يعني اللي عنده شعر ليس بده فوليوم فيه اكثر وبده يتحرك اكثر واللي عنده شعر كيرلي بده كل يوم يخلص شعراته بيعذبني شعري بدوش وما بعرف شو بده يكون مالس لهيك كثير عم بيروحوا على المساج برازيليان انا مني فان كثير كبير له خصوصا لما يكون عندنا طعجه هالقد حلوه هلا في ناس بيكون طعجتهم راحوا اوريدي بيعملوا كثير برشن وهيك بيعملوا بيريحوا لانه بتكون بشره صارت بشره طعجه خلص سو عم تنجبر تملس شعرك اليوم بتعمل مساج برازيليان بس لما يكون عندنا طعجه حلوه بشعرنا حرام مثل هون حرام نشيلها ونملسها لانه بننزع يعني بننزع شغله الناس عم تفتش عليها لتعملها بالبرشن كل بيقعدوا بيلفوا ساعه كرمال يعملوا شعرهم مويل صح رح نكمل الاستاجورج معك رح نشوف بعد شوي ميا كمان تخبرنا اكثر عن اللون اللي رح نعمله للزاهيه اما هلا رح نتوقف مع بريك وانا بكون معك شوي بونجور ميا هاي ريتا منيحه وانت ماشي الحال بلشنا الشغل على شعراتها لزاهية المشاهدين اكيد عبالهم يعرفوا شو اللون انه شعرها شفناه مع خصل الاشقر اللي فيه وكثير صاروا شقر من تحت شو معقول ينعمل لون اوكي اول شيء وقت اجت لعندي كان عندها عقده ما بدي اصبغ ما بدي فوت بالصبغه لانه ما عندها شعر ابيض وهيدا بتفهموا هذا الشيء خاصه على كميه شعرها اللي عندها هي والشعر الكيرلي فما عندها شعر ابيض بتصير كل جمعه كل شهر بتعمل ريبوست لشعرها أنا أصلاً خايفة هي إنه تنزع التعجة أنا كتير بتحب تعجة شعرها وخايفة إنه الصبغة اللي بقى تعملها تصير هيك تنزع لها التعجة الحلوة تبعها صح سو أنا بهيك كيت بحب الشعر الكيرلي يضلوا هيك شاينينج وده الكيرلس تبعه سو تراي تو أفويد الصبغة شوية الهايلايتس بكمية أقل تضلك تحافظي الشعر الليز غير شعر الكيرلي الكيرلي الدامج ذا كيرلز ويتش إز كتير بشع سو قلت لها اتفقت أنا وياها إنه كانت كثير شقره من تحت وبتحسيها وقت بشعرها مبين تعبانه كثير تشوفي تعجتها من فوق احلى من تحت سو قررت انه الا تعمل شعرها ناتشورال ما نشيله 100% بس ما يكون في كونتراست بين الراسين الغامقه والطرف كثير سو اتفقت اني اترك اعملها رفليه برجع بعدلها لقلم مش صبغه رفلي يترك تحت الفاتح بس بدرجه انه يكون حلو مش هالقد يكون فيها وانا بفضل دائما على شعر كيرلي تعمل لو لايتس ما تعمل لو لايت هايلايتس اشقر كثير يبين فرق قد ما شعر عبي قد ما تكتري بده يضل في مبين
مزيح التنوبر تبع الفريزي بيبين فاضي بعدين صح وبتروح الكيرلز تبعهم كثير بحس الشعر بدرك تقول لك طب ما انا كيرلي ناشف شعري ما كل البرودوي كمان بياثر يعني قد ما تعملي دائما في شعر كيرل عنده حساسيه اكثر على البرودكتس سو so فضلت انا هون اتدرب بستيل الناتشورال فور ليتر اون اذا حسيت حالها غامقه انا كنت عم تقول لي انه انا كثير صرت غامقه فيها تعمل لو لايتس كثير ناتشورال بس حتى يعني انا كمان يعني هي مانا مع بالها فاين بس اذا بدنا نشوف يعني بتطلع غير شخص كومبليتلي اذا بتضل غامقه ما بتحبي كمان انا بحبها ايه. بس اذا فكرت هي شي نهار طلع عليها غير برجع بقول لها انه اعملي هايلايتس فيري ناتشورال ما توصل لهاللون سان كيس ما توصل لهون لانه كثير بشع يكون غامق وكله شايفه مزيح يعني اللوك تبعها كله بيروح يعني سو ما ضروري دائما انه بدها فانكي في ماني ويز تو بي فانكي فيك تعملي اومبري بس انه ما ضروري تكوني عم تفتحي على كثير على العالي تتبين انه هي انا عملت شيء ايه. بس وانا كمان بوافقك الراي بالشعر الغامق اذا بتطلع بوجهها هلا حطيها مثل ايه عطيتها وبين لون عيونها اكثر صح بس بهالحاله كمان مثل ما كنا عم نقول الوان التيبه كلها بتتغير يعني الشعر ولون شعر الست انا كنت عم بسالك ليه هالقد ايه كثير بياثر على التيب يعني يعني اذا كان شعرها فاتح بيلبق لها الوان وخاصه اذا فاتح على ساندري او فاتح على كويفري او فاتح على بيبي بلوند او وات ايفر اللون اللي بتنقي لها اياه في الوان بينزادوا عليها والوان بينشالوا من البالات دو كولور تبعها بينما اذا كان شعرها كله غامق هيك مع وجهها هيك فاتح ومضوى اكيد بتروح اكثر بهاي كونتراست مع التيبا وبوليتا يعني انا مثلا ما قدرت اشوفها بالوان انا عم بحكيك الوان شعر الوان ساندري حس انه للبو تبعها اكيد لا بدها تبين بدها الوان شوي حاميه لا دفنتلي هي بعدين عندها انه هيك بتحط تحس هيك تعش دروستر خفيفه بشويتها هيدا الشيء اللي بخلي انه عن جد تكون تفوتي على الورم كولرز اكثر بالالوان اللي بتلبسيها لان اللون الاحمر اللي لبسته اليوم هو لون كثير كثير حلو صح. الالوان اللي رح نشوفها كيف لبسينها بعدين بس اكثر شيء التركيز اليوم هو على قصه التيب وكيف تكون هيك سبار بطريقه هيك مهضومه مع برينتس ديفرنت رح نشوف اللون اكيد بعد صح. شوي ميا ثانك يو ورح نتوقف هلا مع علين وانا برجع بشوفكم بعد شوي مع الميك اب ارتست جو ابو جوده بونجور جو بونجور ريتا كيفك؟ سبا انت ماشي الحال؟ لونج تايم؟ ايه لونج تايم تو بيان؟ ماشي الحال بلشنا الشغل نحن على وجه لزاهية هلا اكيد المشاهدين عم بشوفوا شوي اللون كيف تغير وكيف مضوى وجهها هلا من بعد ما غمقنا ورشلنا الاشقر من لون الشعر مزبوط. بالنسبة للميك اب هلا عندنا بدنا نبلش اوريدي انا حطيتها بس هلا رح نحكي شوي عن البلاش لوجهها ولعيونها هلا اوريدي طلع بيستحق الالوان اللي لبستهم كثيره يعني اللون التيب الفاينل اللي رح يشوفوه المشاهدين بعد شوي سو مشان هيك بدنا نكون الالوان خفيفه على وجهها سو نقينا البرونز ورح نعمله كايند اوف سموكي بس للنهار لانه عيونها بعد شوي عن بعضهم يوجوالي لهيك شيب بدنا نغمق هون تبينه قراب بتصير جوانيه مزبوط فما رح اطلع اكثر من هيك هالقد للنهار عينها مبطنه هي مزبوط بس مضطرين شوي من هون من اول العين نغمي حتى يبينوا شو يعطوا رفلق انه قراب لبعضه وشو معنا نحكي بدي اقول لك انه هي عندها اكثر لبرا؟ لبرا شوي وعيونها فيهم بافينس اذا شفتي تحت عينها في كثير بافينس بوش بوشيت مزبوط هدول كمان هلا بدنا نشتغل نعمل تريك صغيره انه ما يبينوا كثير اول شيء لازم دائما الانفيسان يكون غامق يعني بلون بشرتها مش فاتح يعني اجمالا العالم بتفتح الانتيسير بحالتها بالكاتب اولى لازم تغمقهم والاي شادو لازم يكون شوي عريض من تحت تحت يعني من تحت عينه قصدك ليه لازم يكون عريض كرمال البافينس كمان مزبوط حتى ما يبين في هيدي البرمك تبع البافينس يعني ووجهها تقريبا ايه وجهها حلوه مزبوط وجهها تقريبا مدور اذا لاحظتي مزبوط سو البلاش ما رح يكون مثل العادي بدنا نعمله بالعارض تقريبا مش هلا بنفرج المشاهدين كمان كيف التكنيك ل اذا ست عم تحضرنا وعندها هيك بتحس انها الفيس شيب تبعها بتشبه الفيس شيب تبعها لزاهية
ممكن تستفيد من كل هالتيبس اللي عم تعطيها جو. هلا بقلب عينها فيني روح يا اسود. هلا شو عم تعمل بس؟ هلا عم بعمل استنقاش عم ايه وعم تفتح لها من برا كمان اكثر، عم تخلي العين من جوا ماكية اغمق من الطرف. اوكي اوكي. هلا بالليل هيدا الميك اب نفسه فيها تحط اسود بقلب عينها، وبالنهار فيني احط الوان. هلا انا شو تقريبا احط الازرق. اوكي اللي بيلبقك شوي مع صح الالوان اللي هي لابستهم، ولون عينها فاتح بيلبق لها هيك الوان. مزبوط. هلا بيفتح لون اللون عينها بعد بيفتح اكثر على الكالرز. شوفي الازرق. هلا نفس اللون الاي شادو اللي حطيناه فوق رح نعمله من تحت. طلع فوق بليز. تحت اللون الازرق. تحت اللون الازرق تتعرض. مزبوط مثل ما قلت لك شوي من سمكو، بس ما بنحط شيء تحته. يعني اجمالا انا بحط قلم برجع بحط الاي شادو، بس لنهار حتى ما يطلع قاسي بس بحط الاي شادو لحاله. ولجوا لكل العين. اوكي تحمل عينه. تحمل. هالالوان دائما نستعملها الالوان الناتشرال هيك بتعطي جلو للوجه وطريقه بري هيك سموث وسيمبل. بعدين بطل دارش يعني كل ما كان الميك اب مبين كانه ست عملته هو المطلوب، يعني ما ضروري كانه اكيد عامله افار. اكزاكتلي. هيدي طريقه شوي بتخفف البافينس اذا بدك. هلا رح شيل هول الابيض اللي كنت حاطتهم. بتتعلم زاهية هلا التريكس تبعك جو، فيها تعملهم هي لوحدها، واذا بدها تعملهم عند حدا معين فيها كمان تو جايد ذم انه هي بتحب هيدي الطريقة. صح. الاي بروز دائما بنعلمهم باي شادو مش بقلم. مظبوط. حتى يبينوا ناتشرال. يبينوا ناتشرال، وكمان القلم مع الوقت بهر الشعر. صح. هلا الماسكارا والاي بروز رح اعملهم بعدين. خليني اول شيء فرجي البلاش. رح تعمل رسمه البلاش على الراوند فيس شيب. بتبلش بالبرونزر او بالبلاش؟ سوري برونزر او بلاش؟ سوا خلطتهم. خلطتهم. هلا هي اجمالا نحن بنعمل طلع هيك البلاش اجمالا كنا نعمل هالسيركل. صح. هلا بحالتها اورايت بده يكون جالس يقسم الوجه يبين اطول. مزبوط. وبتوقف البلاش على نص خده. مش ما بفوت كثير على منخاره. لا 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 ليضل في ضوء بالنص يمكن بين البلاش والمنخار. مزبوط. اللون لا يعني لبشرتها بيبقى لها فيكون برونز فيكون بيتش مش ما بحب الزهر بس انه فيها الزهر كثير. الزهر اكثر خرج بلوندز اكثر. اكزاكتلي. وبعدين انا شوي بحسه يعني بحسه فيك يعني ما بتحسي حسب ايه كمان يعني كيف تحطه هي ايه. بس بالشتويه كمان برايك ما بينحط البينك شوي أكتر. مش ضروري بينك مثل ما هو، بس انه بالصيف حلو البرونز. مزبوط. والبني انا حدا بميل للبيتش اذا بدك. بيتش لان بحس انه الست اذا بدك ميديترانيان وبلاش بيتش حسب التكستشر تبع البويتا والوان بويتنا نحن بالمنطقه بتفضل هيك الوان. هو اكثر البينك ما بقول لك اكثر البينك هو معروف اكثر البينك يعني الالوان هيك بتروح لحدا كثير بلوند اللي كثير قليل ايز. بس ما عم بحكي البلوند الصابغه، عم بحكي اي معي اكزاكتلي ناتشرال بلوند اللي عن جد بكون ايفن بويتها بتكون كثير فاتحه وباهته يمكن. صح. شي كان هيك بلاند بينك بلاشر على خدودها بطريقه ناتشرال. وهلا عم نعلم الحواجب بالاي شادو مثل ما قلت. الاي شادو بطريقه شوي ميسي ما يكون حدد كانه تاتو. ودائما اند جراي افتح من شعرها. لانه مش حلو كثير يبين غامق. صح. عن لون الشعر. اكيد الفاينل لوك رح تشوفوا فيه زاهية رح يكون من محلات H&M which اكيد بنقول لهم ثانك يو على اللوك. وكمان زاهية رح يطلع لها جيفت كارد من ميديكال سبا سكين برو. كمان بنقول لهم ثانك يو يعني فيها تستفيد منهم من فيشل لماساج بالاكسان لاماسيستان لكثير اشياء ممكن تستفيد منهم.
هلا الماسكارا رح نكمل كل هالتفاصيل جو ماسكارا والحمرة وكل هالاشياء بنخلصها بعد شوي المشاهدين بيشوفوا الفاينل لوك على زاهية. اما هلا رح نكمل بالايف انتظروني بعد شوي. وبنوصل لنتيجة ميك اوفر اللي كلنا بننطرها بنهاية الحلقة كل نهار تنين. كيف كان نهار ريتا؟ مثل كل نهار تنين طويل بس حلو. We enjoy what we're doing. لكن يمكن لازم نغير نهار لغير نهار بالأسبوع لأن التنين بنبدأ مكفشلين بكل الأحوال، فكيف إذا عنا ميك اوفر كامل؟ مزبوط، بس ليك ببين ببلش الأسبوع هيك كمان بلوك جديد للست، يعني بتظهر من عنا كمان مبسوطة بالتيبس وبالأشياء اللي يعني اللي استفدت منها مع كل الأكسبرت اللي بيكونوا معنا اليوم. زاهية وصلت لعنا ما بعرف بأي حالة، ولكن بشعر كتير فاتح عبيلة، يعني بتحب شعر تعبان حسب ما سمعت. مزبوط، لأنه كيرلي بتعمل له هايلايت سو طبيعي، يعني صار له أكثر من 10 سنين بتعمل له هايلايت طرف بتتعب، بس الحلو إنه محافظة على الكيرل تبعها. وبتعرف انه التيم اللي بنشتغل معه دائما يعني they're the best، يعني صح. مع جورج وميا لما شافوا شعرها كمان نصحوها انه ما تصبغ. نعم. اكيد بس غمقوا لها اللون الفاتح مع الكونتراست كثير قوي مع يعني ما حبوا يتعبوا اكثر من ما هو ابدا تعبين. وهلا بتشوفوا لون شعرها يعني بتغميق بسيط قد ايه بيعطيها ضوء وعطيها اكلا على شكلها. خلينا نشوف والميك اب بعد ما بلش I don't know if she's ready. الميك اب فولا عم نشوفها، الميك اب رحنا بميك اب كمان ناتشورال كثير عم تشوف. شفتي شعرها كيف كان؟ البادي شيب تبعها اتس ان اتش، الاتش يعني كلها فرد جلسه من فوق لتحت. نعم. بتكون هالاوقات ما في كثير شيب، لا بس اوقات عندك الشخص اذا كان بينصح او بيضعف ما بتشوفها بالعين المجرد الاتش، وهي عبارتي البطن زهية عندها انه بتحب تخبيها هيدي البارتي. نعم. لا تخبيها يعني بفوق بالمنطقه الوسطى. مزبوط. نعم. اذا فينا نشيل الجاكيت لنفرجي اكثر، الجاكيت حطيناها اكثر نحن لنفرجي كاموفلاج. ايه هيك تتروح بلوكي معلمه مسرح. هيك شوي لوك سبا هيك بنفس الوقت تلعب بالبرنس تنبسط هيك ببرنس مفرفحه، مش ضروري تروح بس بالوان هيك بلين كولرز، بالعكس فيها تروح بهيك شيء مفرفحه اكثر. اصلا شكلها كثير مبسوطه، شي لوكس فيري هابي. مبسوطه لانه بدي اقوله بفستانها الخصر محدد وبيفتح شوي. عاده بس هيدي الفكره، عاده الاتش ما فيها تلبس هيدي الكات اذا كانت عن جد سكيني اتش. يعني فاجأتوها. مظبوط، يعني عادة بننصح أكثر بهيك ستاتين، بستاتين تكون أي لاين شيب أو ستريت لهيك جسم، بس بحالتها بنزعبر بشي بسيط. هون شالت الجيلي شالت حلو، عطيها شيب، عطيها شيب على خصرها، مخبي لها البارتي اللي هي بتحب تخبيها. والكيرلز حلوين، أنا حبيت إنه جورج ما غير لها بالتكستشر. مظبوط تركنيها ناتشرال، فيري ناتشرال تركنيها، حاطين اكسسوارات بالايد كمان بيعطوا هيك بتركزي على اللوك شوي هيك يونغ. ورحنا باسبادغي كمان بحكم شغلها هي بتوقف وبتمشي وبتطلع على المسرح وبتنزل وبتفرجي لتقدر تعبر هي ومرتاحه. صح 100%. هلا دوفاس بنشوف اكثر انا البارتي اللي عم بحكي عنها، واكيد بالصور فيكم ترجعوا تشوفون على صفحه فيسبوك بيج بعدين تشوفوا صورها كيف عم نحكي عنها. يعني هون انعمل وكانه تنظيف اذا بدك للشعر. صح. حتى بالقص يعني كمان هي دائما بتقول انه شعر الفريزي كيف بدي اقص شعر الفريزي، انه شعر الفريزي شعر الفريزي، بس لا هي حابه شعرها بتحب عاده بتحب عند الشعر الفريزي ما بحب شعرها، هي بتحب هيدا الحلو بتحبه لشعرها. واذا بنلاحظ بالصوره اللي قبل في عندها بارتي اضعف من بارتي وبارتي ثانيه انفخ دفقه اكثر بالنسق بالشعر. اذا ضبط لها القصه 100% عملها راوندد كلها سوا بالديجرادي ما بعرف شايف مثل ما شايفين هيك فيري فريش، حتى الميك اب كمان عيونها شوي بعد عن بعض وبطل فيها الكونتراست مثل ما وصلت لعنا بين القسم الغامق من فوق والكثير فاتح الناشف من تحت. مزبوط بطل فيه هيدا بس هون لهالنوع من الشعر بالاخص في متابعه كثير مهمه بالنسبه للبرودويات اللي بتستعملها حتى تحافظ على الكيرل وترجع تغذي شعرها اللي هي بحاجه له. وهيدا جورج اللي حكي عنه بهذا الموضوع. وبدي ارجع اشكر اكيد اتش ان ام للتوتال لوك اللي اعطونا اياه لحلقه اليوم لزهية، وكمان شكر كبير لسكين برو الميديكال سبا يلي قدموا جيفت فاوتشر لزهية ممكن تستفيد منه كمان فيها تعمل فيشل فيها تعمل مساج على السيستم فيها تعمل حلو دلل نفسها كمان.
انبسطي بهالدلال يا زهية، ميك اب وشعر وتيبس ونصايح وكمان مساج فوق. ثانك يو لك ريتا. ما بعرف اذا بعد معنا وقت، بعد في وقت شباب؟ نو خلص خلص وقتنا نجوم الاسبوع الجاي بنجدد دعوتنا نحن للصبايا والشباب كمان، ما بيمنع ابدا انه يكون ضيفنا كمان شاب حتى تستفيدوا من خبر الام تي في. ثانك يو لك ريتا، يعطيك العافيه، وانا بشوفكم بعد هالبريك القصير بكلينك. Thank you.